مرحبا واهلا فيكم بقناتي. وصفة اليوم حتكون الدجاج المشوي مع الخضار بالفرن بنكهة مميزة. حنعمل تتبيلة كتير طيبة. المكونات كلها حتكون مكتوبة باسفل الفيديو. ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا. وهلا خلينا نبلش. رح بلش اول شي بالتتبيلة يلي حتبل فيها الدجاج. عندي هون وعاء عم حط فيه شوي من زيت الزيتون. بعد هيك رح حط شوي من عصير الحامض. رح حط تقريبا عصير نص حامضة، بحس هيك بكفي. رح ضيف عليهم كمان شوي من اللبن الزبادي، واخر شي حضيف البهارات والاعشاب. عند البصل البودرة، ثوم البودرة، شوي من البابريكا، الملح والروزماري او اكليل الجبل. هلأ رح حركهم كتير منيح لحتى ينخلطوا مع بعض ويتجانس عند الخليط بهالشكل هيدا. بالنسبة للدجاج انا عم بستعمل قطع فخاد للدجاج. هلأ بتقدروا تقطعوهم بالنص، بس انا خليتهم هيك كاملين. وطبعا بتقدروا تستخدموا اي نوع قطع دجاج تاني انتو بتحبوها، مثلا الجوانح او حتى الصدور. بس اذا رح تستخدموا الصدور لازم تخلوا العظم والجلد عليهم لان ممكن ينشفوا. فاذا خليتوا العظم والجلد بحافظوا على تراوتهم. فمثل ما عم بتشوفوا حطيت كل هيدا التتبيلة على قطع الدجاج وعم وزعها بالتساوي. هلأ عم بفركهم مثل ما عم بتشوفوا لحتى تتوزع هيدا التتبيلة على كافة قطع الدجاج. هلا رح اغطي الصحن ورح خلي الدجاج يتشرب هيدي التتبيله لمده على القليله ساعتين، او حتى بتقدروا تعملوها لست ساعات او حتى قبل بيوم. فمثل ما عم بتشوفوا هون بلشت بتقطيع الخضرة. عندي هون البطاطا انا خليت لها قشره، بس اكيد نظفتها كتير منيح من اي تراب او رواسب. في عندي كمان الجزر قطعتها هيك بالطول لشرايح عريضه، ولازم تخلوهم تقريبا كلهم نفس السماكه لحتى هن وبالفرن ينشووا بنفس الوقت. رح حطهم بصينيه الفرن. كمان عندي بصل رح قطعه لمكعبات كبيرة مثل ما عم بتشوفوا، والبصل حيدبل وحيصغر حجمه كتير. رح ضيفه على الخضرة. هلأ رح حط كمية منيحة من زيت الزيتون. بعد هيك رح حط البهارات والأعشاب. عندي الفلفل الأسود والكركم وإكليل الجبل وشوية من الملح. وهون الكركم أو العقد الصفرة حتعطيني لون كتير حلو للخضرة. عصارة حامض. هلا مثل ما عم بتشوفوا عم خلطهم كتير منيح مع بعض لحتى كل هالتتبيله والبهارات تتوزع بشكل متساوي بين الخضره. كمان عملت فراغ لحتى اقدر احط قطع الدجاج. رح احط قطع الدجاج بين الخضره ورح احط عليهم التتبيله يلي بقيت عندي. فهلا المكون الاخير يلي رح احطه هو الثوم. فهون عندي حسوس الثوم انا بس عم فرقهم عن بعضها. رح خليهم بالقشر، لما احطهم بالصينيه رح ينشووا ورح يعطوني نتيجه كتير طيبه. فهون رح وزعهم بالتساوي يعني بين الخضرة وبين الدجاج. وهلأ لازم تتأكدوا انه الفرن يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 425 فهرنهايت او تقريبا 220 سلسيوس، وبدخلهم على الفرن لمدة تقريبا ساعة. وهيدا شكلهم لما يخرجوا من الفرن، شكلهم روعة والدجاج اكتسب لون كتير حلو، وحتى الخضرة لما انشوت اخذت لون حلو والريحة كتير طيبة. عن جد شكلهم ولا اروع. هلأ رح حط شوي من البقدونس المفروم على الوجه هيك كنوع من الزينة يعني. وهلأ حفرجيكم الدجاج من جوا كيف بعده طري وحافظ على عصارته. عن جد شكله كتير طيب مثل ما عم بتشوفوا، يعني عن جد المنظر بيشهي. كمان البطاطا أخذت لون حلو والثوم انشوى وصارت طعمته حلوة وكتير طيبة. عن جد بتمنى تجربوا هيدي الوصفة وأنا أكيد أنه حتعجبكن. فهيدي كانت حلقة اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوها وحبيتوا الوصفة. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين. وأنا بشوفكم بفيديو تاني. باي.